الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا نتدارس كتاب النكاح من كتاب الفقه الميسر، وتوقفنا عند الباب الثاني في الصداق وحقوق الزواج وواجباته ووليمة العرس. المسألة الأولى، ما هو الصداق؟ صداق المهر يعني ببساطة. الصداق جاية من الصدق، مأخوذة من الصدق كلغة، لأنها تعبر عن صدق رغبة الزوج في الزوجة، نوع من الصدق، يعني أنا أريدك فعلا فأدفع في ذلك مقابل ذلك المال. عشان كده بيقول هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح، وسمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، ويسمى المهر والنحلة والعقر. نحلة يعني كما قال تعالى وآتوا النساء صدقتهن نحلة، ويسمى الأجر، ويسمى الأجر، آتهن أجورهن فريضة، مش كده؟ ويسمى فريضة، ويسمى فريضة، ويسمى طول. ومن لم يستطع منكم أو طولا، أو لما لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، طولا يعني مهرا، يعني هو مش قادر يدفع المهر، ومش قادر على المهر، مش قادر تكاليف الزواج، فيسمى طولا. المهم يعني ليه أسماء كتير. بيتكلم بقى في مشروعيته. الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي بيان. ما هو حكم الصداق؟ يجب على الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد، ولا يجوز إسقاطه، ودل على هذا قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، وقوله تعالى ولا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. طيب، يبقى إحنا هنا استفدنا حاجتين من كلامه. أول حاجة أن هذا المهر فريضة، واجب على الزوج أن يعني يسمي لزوجته مهرا. طيب، هل المهر من شروط أو أركان النكاح؟ لا، أخذناش أن المهر من شروط النكاح ولا من أركان النكاح. قلنا الشروط الولي والشهود والكلام ده، ورضا الزوجين والكلام ده، دي كانت الشروط. والأركان اللي هي الإيجاب والقبول وحضور الزوجين والكلام ده، يبقى في زوج وزوجة وفي إيجاب وقبول، زوجتك قبلته، دي أركان النكاح. ما جبناش سيرة المهر لا في الشروط ولا في الأركان. عشان كده الصحيح أن المهر لا هو من شروط النكاح ولا من أركان النكاح، إنما هو من واجبات النكاح. واجب يعني لا يتوقف على المهر صحة النكاح. يعني لو شلنا الولي يفسد النكاح، صح؟ شلنا الشهود يفسد النكاح، شلنا الرضا يفسد النكاح، شلنا الإيجاب أو القبول يفسد النكاح، أي ركن أو أي شرط تم التلاعب فيه يؤدي إلى النكاح يبطل. لكن ما قلناش مهر، تجوزنا وقلنا وعقدنا وخلط ودخلنا، كلمناش في المهر خالص. هل النكاح صحيح؟ نعم صحيح، بدليل قوله تعالى لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تنسهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني هو حتى ما سماش المهر، لما دخلوا كده من غير ما يتفقوا عليه على مهر. اذا صح الطلاق يبقى صح النكاح، لا جناح عليكم ان طلقتم، ده بيطلق كمان، يبقى النكاح صح. يبقى اذا ممكن اتجوز من غير ما اسمي فريضه، مش اسقط المهر. احنا اتفقنا ما اتكلمناش فيه اصلا، يعني كان في يعني عشم وكده، ويعني نوع من احيانا الناس بينهم صداقه، بينهم جيره، بينهم قرابه، يعني بيتكلموش في حاجه، او معروف العرف معروف في الموضوع ده، ما جابوش سيرته اصلا، يعني ما اتفقوش عليه، كان في عرف يعني ساري خلاص، كانه ما عارفين هنعمل في الاخر، كان الناس يعني نفوسها سامحه باي حاجه. يعني المهم حصل ما تسماش المهر خالص، ولا اتكلموا فيه ولا اتفقوا عليه ولا اي حاجه، وعقد العقد ودخل وبتاع. هل يصح العقد؟ يصح. اذا المهر لا هو من شروط النكاح ولا من اركان النكاح. اذا اما يتسمى يتسمى واجب مستقل، واجب مستقل، فريضه مستقله ليس لها علاقه بصحه النكاح وعدم صحه النكاح.
وهذه الفريضة لا تسقط بحال من الأحوال إلا بإسقاط المرأة. المرأة تتنازل تماما عن المهر، لكن إذا لم تتنازل المرأة تماما عن المهر يبقى لا يسقط بأي حال، نسينا ما نسيناهوش، هو ثابت، حق ثابت للمرأة. فإذا سموا مهرا وجب ما اتفقوا عليه، لأن المسلمون على شروطهم. وإذا لم يسموا مهرا، ما سموش بقى والعملية دخلنا وبتاع وما قلناش، وبعد كده جينا ساعة الكلام قلنا والله عايزين يا جماعة، قلنا والله ما مش عارفين، احنا اتفقناش على حاجة، طب نعمل ايه؟ نرجع لمهر المثل. بيقول لك مهر المثل، يعني ايه مهر المثل؟ يعني اختها لما اتجوزت كان مهرها كام؟ بنت خالتها لما اتجوزت كانت مهرها كام؟ الدنيا ماشية معاكم في العيلة ظروفها ايه؟ يعني ايه الحدود اللي ماشية فيها العيلة؟ والله ما بين 20 و 30، ما بين 50 و 60، خلاص هو ده الايه؟ ده المهر اللي ايه المناسب للمرأة ديت، اللي هو جرى العرف في أسرتها ان هو ايه؟ ان يمشي كده. إلا هم يتفقوا بقى، يبقى احنا عرفنا حاجتين دلوقتي، أول حاجة قصدي إن المهر واجب ولا يسقط بحال حتى لو لم يسموه، وهو حق ثابت للمرأة حتى لو لم يتفق عليه. فإذا اختلفوا عدنا إلى ايه؟ عدنا إلى مهر المثل، عيلتها وأسرتها بيتكلموا في كام، هو ده ايه؟ ده المهر اللي يليق بيها. إذا سموا مهرا وجب، ولا يجوز لأحد ان هو يسقطه إلا المرأة، كما قال تعالى وآتوا النساء صدقات نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني المرأة تنازلت قالت والله مش مشكلة، مش عايزة كله، هاخد نص واخد ربع واخد كده خلاص، لكن هي قالت لا أنا عايزة كله خلاص، لسه هنتكلم في المؤخر والكلام ده. بس هي الفكرة في إيه؟ حاجة تانية قالها لنا إن ده يجب على الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد. ما هو وقت الوجوب؟ وقت وجوب المهر عند تمام العقد، إن هو مفترض دلوقتي يجب أن يدفع للمرأة. فإذا تأخر الوجوب ما فيش مشكلة، بس هو يظل ليه تأخر في الدفع، مش مشكلة، هو دين، يعني دين عليه طالما سدده في أي وقت خلاص. لكن إذا لم يسدده يأثم، هنا يأثم إذا لم يسدده. أما إذا تأخر في السداد لظرف ما مش مماطل، هي ما قالتلوش هاته، لكن هي لو طلبته بالمهر وهو ما طل يبقى هو كده بيظلم، لكن هي لم تطالبه وهو الدنيا مشيت كده فيظل ودين عليه. يجب إذا طالبت المرأة به أو هو يجب أنه يسدده طبعا طالما استمتع بالمرأة. المهم أن طالما تم العقد بقى إيه؟ بقى هنا المفترض يجب أنه يدفع المهر. طبعا المهر هنا هيثبت بالكامل بعد الدخول للمرأة، فإذا لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول يثبت لها إيه؟ نصف المهر فقط، لكن هو هيدفعه كله في الأول، هيدفعه كله لو دفع قبل الدخول يعني. فإذا دخل بها ثبت المهر ده كامل ليها، إذا لم يدخل بها وطلقها يبقى يرجع له ليه؟ نص المهر. سهلة دي؟ طب لو دفعه بدري قبل العقد مفيش مشكلة عادي طبعا، دفعوا في الخطوبة زي ما الناس كتير بيدفعوا المهر في الخطوبة في العادة. ليه؟ يقول لك عشان يعني بيجهزوا نفسهم بيه ونساعدهم والدنيا تمشي وبتاع. فإذا عملوا في العقد طب احنا إن شاء الله نجهز إمتى؟ فينفع نعمله بدري قوي عادي، لا بأس إنسان يعمله مع الخطوبة، لكن نقول إن هو وجب إمتى؟ مع العقد، لكن قبل العقد ما يجبش، إنما جرى العرف الناس بتدفعه بدري عشان الدنيا تمشي يعني. طيب حديث سهل بن سعد قال أتت امرأة رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت نفسي لله ولرسوله. تعلمون أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام إن يجوز أن تهب امرأة نفسها له عليه الصلاة والسلام، فإذا وافق تم العقد، لا ولي لا شهود، كل الحاجات دي في حق النبي عليه الصلاة والسلام سقطت تيسيرا عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني أكمل الأمة، لا يحتاج إلى ولي ولا يحتاج إلى شهود. هذا نوع من التيسير عليه الصلاة والسلام عشان أموره تمشي، يعني أنه أكثر رجل مشغول ولقدره عند الله سبحانه وتعالى، فكان ليه خصائص كده. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، والموضوع ده كله خالصة لك من دون المؤمنين، يعني الكلام ده مش لحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت امرأة وهبت نفسها له فنظر إليها فيعني لم تطخ نفسه إليها، وقال مالي في النساء من حاجة، يعني لا أريد أن أزيد، مش عايز يزود على إيه؟ على العدد اللي عنده. فقال رجل زوجنيها يا رسول الله، فقال أعطها ثوبا، فحدد له المهر
عليه الصلاة والسلام. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هي؟ يعني زعفران يعني إيه؟ متشيك يعني ومتزين نفسه شوية. فقال: مهيم، يعني ما شأنك؟ يعني ايه ده انت متشيك قوي يعني وكده وظبط حالك، يعني مش العادي بتاعك. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. تقول طيب. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح، وهذا يدل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، يعني حتى يقدر يشوف صاحبه يقول له: لا أنت النهاردة متغير عن امبارح، لا النهاردة أنت شكلك أحلى، يعني كان بيتابعهم عليه الصلاة والسلام. فطبعا هو هنا جاب الكتاب وبعد كده جاب السنة وبعد كده ذكر الايه؟ الإجماع. تمام. يقول بعد كده: حد الصداق. حد الصداق لا حد لأقل الصداق ولا لأكثره، مفيش حدود. الأمر راجع للرضا والعرف، هذه الأمور هي الحاكمة على الايه؟ على الصدق. فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا. إذن الصداق قد يكون مال، وقد يكون عين ذهب. أحيانا إحنا في عرفنا مثلا الصداق أحيانا بيبقى عفش، فتقول له مثلا المهر ايه؟ يقول لي: هات قطين. هي الناس اتفقت على كده، ده عرف جميل على فكره، ناس بتسهل يعني على بعض، فبيخلوا المهر اللي داخل في الايه؟ في العفش. والا فالاصل ان هو المراه تاخد فلوس، تاخد المهر، ما لها فيش حد ليه دعوه بيه، تاخد ذهب، تاخد الايه؟ تاخد الفلوس. بس هي يعني الناس كان الايه؟ كانهم قسموها، بيدوها الذهب اللي هي الشبكه بتبقى كبيره شويه، وبتاخد هي الذهب، بيعتبروا ده مهرها يعني. والحتة التانية دي هو شكلها مهر، بس هو في الحقيقة هو الراجل بيخدم نفسه بيها مش أكتر، فهو بيدفع فلوس وتتحول فلوس دي في الآخر إيه؟ لعفش. بس هو نوع من الإيه؟ بيكتب الكلام ده كله باسم الإيه؟ باسم المرأة في الآخر، يعني نوع من العرف في مصر خصوصا، نوع من التيسير يعني. فهو في الآخر المهر بيتحول إيه؟ بيتحول لعفش، وبيخفف على الرجل في العادة يعني. وبعد كده هو الجزء اللي بيبقى فعلا المرأة بتستفيد بيه انتفاع كامل، الشبكة يعني. لذلك في نساء بتهتم بالشبكة، وده حقهم طبعا، لأن الشبكة في الحقيقة هي دي الحاجة اللي المرأة في الآخر تطلع بيها يعني. العفش ده هيبلى بعد حين يعني، مش حد مش هيبقى ليه قيمة بعد شوية. فينبغي للرجل أن يكرم المرأة في شبكتها. الشبكة هي دي في الحقيقة المهر تقريبا الحقيقي اللي خدته المرأة في إيديها يعني. فينبغي للرجل أن هو يكرم المرأة في الشبكة. وبعد كده العفش بقى الأمر سهل يعني، زي ما يتفقوا بقى. المهم يعني ان ينفع يبقى ايه؟ يبقى شبكه، يبقى فلوس، يبقى ذهب، يبقى اوضه، يبقى اي حاجه. وينفع يبقى منفعه. منفعه زي ما اتفق الرجل مع موسى عليه السلام، قال: على ان تأجرني 8 حجج، اشتغل عندي 8 سنين. هو ده مهر ايه؟ مهر الابنه. خد بالك اللي انتفع بالمهر مين؟ ابوها. فدل ذلك على جواز ذلك اذا رضت المراه، ان الوالد ينتفع بمهر المرأة. لا، أنت ومالك لأبيك. فإذا المرأة يعني طابت نفسها بذلك أن والدها يأخذ المهر أو ينتفع به، يجوز ذلك. فالظاهر طبعا المرأة هنا كانت نفسها طيبة، هي اللي قالت له، قالت: إن خير من استأجرت لي القوي الأمين. فهو قال: طيب استأجرك، ويبقى ده مهر بنتي، فأكيد المرأة وافقت يعني. أو ممكن يكون منفعة دينية، يعني إحنا انتقلنا من الإيه؟ من المال إلى الأعيان إلى المنافع. ممكن يكون منفعة دينية، كما النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل مهر امرأة من رجل، قال إنك هو يحفظها ليه؟ حفظها القرآن، ودي منفعة دينية. وهي الحقيقة المنفعة دي ليها قيمة، لأن هو لو كانت جابت محفظة مثلا كانت تدفع لها إيه؟ فلوس. كأن دي أجرة تحفيظ الإيه؟ القرآن يعني. فكانت المنفعة الدينية دي إن هو حفظها القرآن، هو ده المهر إيه؟ المهر بتاعها. مش الناس بتعتقد ان هو زوجها بما معه من القرآن يعني عشان هو حافظ القرآن، لا، هو جوزه ان هو يحفظها القرآن، مش ان هو حافظ قرآن. فمفيش حاجة اسمها مهر ان انا حافظ قرآن. طب مرأة كده طلعت بإيه يعني؟ انما مهره كان يحفظها ليه؟
القرآن يعني. أنا قصدي يعني إن المهر عموما أمر واسع، ممكن يبقى فلوس، ممكن يبقى ذهب، ممكن يبقى أوضة، ممكن يبقى ثياب، ممكن يبقى منفعة دينية، منفعة دنيوية. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية جعل العتق بتاعها هو ليه؟ هو الصداق، لأن صفية كانت في الأسر فحررها، وكان هو ده مقابل ليه؟ مقابل الزواج. قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. احنا قلنا كلمة مال في الشرع مش معناها الفلوس اللي احنا فاهمينها يعني، مال وكل ما يتمول من أموال اللي هي الفلوس يعني، أو الأعيان أو أي شيء. قال فأطلق المال ولم يقدره بحد معين. ولحديث سهل بن سهل بن سعد رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الواهبة نفسها أعطها ولو خاتما من حديد، فدل ذلك على جواز أقل ما يطلق عليه مال. وأما الدليل على أنه يجوز ولو كان كثيرا قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، يعني لو اديتها حتى فلوس كتير قوي تخدش منها حاجة، فقنطار يعني ايه؟ مال كثير. دل ذلك على جواز ان المرأة ايه؟ تأخذ مهر كثير. طبعا الضابط في ذلك زي ما قلنا الرضا والعرف، العرف السائر، وان المرأة ترضى بيه، ترضى بمثل هذا المهر يعني. فالمسألة مش منفعش ان انا الزم حد بالزامات مش صحيحة يعني، يعني قلش مثلا واحد يقول لي يا عم انتوا ليه بتعملوا كده، ده الراجل اتجوز بختم من حديد. طب ما في واحد، لا في واحد في نفس الوقت اتجوز بنواة من ذهب، وفي النبي عليه الصلاة والسلام كان ياخذ مهر لبناته هنشوف دلوقتي 400 درهم. 400 درهم ده هنحولها يبقى رقم رقم يعني متوسط يعني تمام. وفي اكتر من كده يعني، يعني هي ما ينفعش ان احنا وربنا قال قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، اذا ما فيش داعي ليه، انما الامور ترجع للاعراف يعني، مستوى المرأة، المكان، المجتمع، وضعها الاجتماعي، عرف الناس في الوقت في الايه في المكان دوت. لكن القاعدة العامة زي ما سيأتي أن التيسير في المهر مستحب. لكن هل نلزم المرأة مثلا نقول لها دي أول راجل خاتم الحديد اقبلي وخصبا عنك وبتاع؟ لا، من حق المرأة أن هي تأخذ حقها، هذا مقابل الاستمتاع، والاستمتاع أمر كبير قد لا ترضى المرأة إلا بمهر يليق بها تمام. فالأمر يعني ينبغي أنه يرعى في أن الرجل يكون ابتداء يريد إكرام المرأة ويظهر الرغبة في ذلك، إن ده ليه تقدير عند المرأة ان هو يكون فعلا راغب فيها. قلنا الصداق يبين الصدق، فالرجل يبين رغبته في ان هو يريد ان يعطي المرأة يعني مهرا كثيرا، وفي نفس الوقت يراعي المرأة واهلها ان هم ييسروا على ليه على الرجل طالما ابدى الصدق والرغبة في ذلك. الامور يعني محتاجة سماحة، محتاجة اخلاق عالية، لكن شغل التجارة وشغل المساومة احيانا الزواج بيتقلب الى صفقة كده بتخلي الكلام مش كويس يعني. ينبغي الامور تمضي على ايه؟ على حسن الاخلاق يعني والسماحه والتيسير. المهم يعني اذا المراه يجوز ان تاخذ مال كثير لا باس، لا يحرم ذلك يعني. الحكمه شرعيه الصداق اظهار رغبه السوق الزوج في ليه في المراه، وبناء حياه زوجيه كريمه، وفيه اعزاز للمراه واكرام لها. طبعا بيان لكرامه المراه تعطى مال كثير. طب ما هي المراه برضه هتستمتع بالرجل، لا هو اللي يديها ليه المال ما ياخدش منها حاجه. طب ما هي برضه هتستمتع، والراجل بس ولا يستمتع؟ طب ما هو بقى هي برضه هتستمتع بالرجل، لكن ربنا قد قضى ان الرجل هو اللي يدفع ليه المراه اكراما لها. ان المراه حتى لو كانت المراه هي الراغبه في الرجل، افرض المراه هي الراغبه في الرجل، فالرجل جه تزوجها لرغبتها فيه، هو برضه اللي هيدفع ليه المهر. ما ينفعش يقول لها انت التي ترغبين فيه تدفعي انت، لا، المراه تظل عزيزه مكرمه لان ابداها الرغبه في الرجل نوع من الايه يعني، لو دفعت مال في مقابل الرجل هذا يعني ينقص من قدرها. فالاسلام جعل لها قدر عالي، حتى لو هي الراغبه في الرجل اكتر من رغبه الرجل فيها، هو برضه اللي يدفع ليه المهر. ده نوع من تكريم المراه واعزاز للمراه وحفظ للصيانه ولكرامه المراه، ان هي ما تبديش رغبه في الرجل ولا بمال. بيقولوا تمكينا لها من ان تتهيأ للزواج، وده بيخلي الانسان ممكن يدفع بدري عشان المرأة تتهيأ للزواج بما تحتاج من لباس ونفقات. الحكمة في جعل الصداق بيد الرجل رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال الذي تقدمه مهرا للرجل. وهذا يتفق مع المبدأ التشريعي في أن الرجل هو المكلف أصلا بواجبات النفقة دون المرأة.
ملكية الصداق، الصداق ملك للزوجة وحدها ولا حق لأحد فيه من أوليائه. ده الأصل، إن المال ده تاخده هي تبقى بتاعها، تمام؟ وإن كان لهم حق قبضي، هم اللي بياخدوه نيابة عنها، عشان برضو صيانة المرأة، والولي هو اللي بيقبض المال ده، عشان المرأة بتروح تاخد من راجل الفلوس ده لا يليق، إنما الولي هو اللي بيقبضه في العادة، بس المفترض يقبضه يسلمه للمرأة. فإذا طابت نفسها إن المهر ده مثلا زي ما قلنا كده عرف، مثلا أنا هاخد الشبكة ليا وخدوا أنتوا الفلوس هاتوا بيها، يعني جهزوا جهزوني بيها، لا بأس، تمام؟ ردت ببعض المال قالت لا، طب الدنيا مثلا شيء من المال وانتوا خدوا الباقي برضو لا بأس. فالمهم تطيب نفسها. بس طبعا لو هي كده كده يعني في العادة، ما هي النفقات دي عايدة عليها في الآخر، يعني في العادة وأهلها بياخدوها، مش بيصرفوها على نفسهم، واحنا نقول أهلها ياخدوها لنفسهم، يعني إذا أرادوا لنفسهم لازم المرأة توافق، لكن لو هم أصلا يستعملوا المال في تجهيزها هي، هيجيبوا لها هدوم وهيجيبوا لها حلل ومش عارف ايه، ما هو ده ليها في الآخر ومكتوب باسمها، فهنا مش الموضوع مش هيحتاج موافقتها في الحاله دي، ان هم فعلا كل اللي هيجيبوه ليها هي، واتكتب باسمها وما خدوش منها حاجه، هم هيحولوا الفلوس لحاجه تانية وهتتكتب باسمها. لكن احنا نقول امتى يعني يحتاج الاذن؟ لو هياخدوه لنفسهم، ياخدوه هم، فده يحتاج للاذن ان هو ملكها. لكن هي في الحقيقه في العاده، حتى لو قلنا بالعرف ان المال بيتحول الى ايه، الى ستاير واوض وبتاع، طب هو بتاعها في الاخر، يعني هو كل ده بيتكتب في القائمة باسمها. لكن إذا طابت نفسها إن هي تتنازل عن شيء مهر، هدية مثلا لأبيها لأمها، لا بأس بذلك، وإن كان لهم حق قبض إلا أنهم يقبضونه لحسابها وملكها، قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، تمام؟ عشان كده مسألة القائمة ديت البعض احنا مشكلة عندنا مشاكل كتير في الزواج للأسف، زي ما قلنا ان الزواج عندنا نوع من الصفقة او نوع من من الحرب، حاجة كده يعني تحس ان في حاجة غلط، يعني الطرفين مخونين بعض والطرفين مش مأمنين لبعض وعايزين يحطوا قيود شديدة لبعض، يعني ما ادري يعني ما هذا الزواج، يعني انت لو مش يعني مش مطمن للراجل تجوز بنتك ليه اصلا؟ انت مش مطمن له وتسيب له بنتك؟ مطمن له طب ليه بتعمل فيه كل ده؟ يعني شيء غريب، يعني ان حاجه من الاثنين انت بتثق فيه يا ما بتثقش فيه، تثق فيه مفيش داعي، يعني القيود دي كلها ما بتثقش فيه اكيد المفروض ما تديش بنتك لحد ما بتثقش فيه، ولو هو اصلا مش كويس كل القيود بتاعتك دي مش هتحده، هيقرف البنت لغايه ما يعمل اللي هو عايزه في الاخر. الناس بتغير، يعني ايه يعني القائمة دي مثلا اللي بيسموها القايمة، يعني هل هي مشروعة ولا مش مشروعة؟ مشروعة طبعا لا بأس. هل هي واجبة؟ لا طبعا مش واجبة، لكن مشروعة يجوز أن تفعل، بس يجوز هي ايه هدفها؟ هدفها إثبات حق المرأة بس. هي دلوقتي احنا قلنا مهر كام يا ست الكل؟ قالت والله أنا عايز شبكة ب20 وعايزة أوضتين الأوضة تعمل 15، تمام. الراجل هيدفع 50 هيجيبه ب20 شبكة هيجيبه ب30 قطين، تمام. طب القطين دول ايه الدليل ان هم بتوعها؟ مفيش اي دليل، هم ده حاجة في بيت الرجل، يبقى اذا الاصل ان اي حاجة في بيت الرجل هي ملك الرجل، مش كده؟ طب وهي بقى بعد كده من نفسها بقى حاجة تانية، جابت حلل وجابت ستاير وجابت سجاد، ايه الدليل ان هي جابته؟ وايه الدليل ان الحاجة دي بتاعتها؟ والذهب ده ايه الدليل انه بتاعها؟ هو في الدولاب في بيت الرجل، يبقى يعني مش لازم نثبت الحق ده، احنا مش بنثبته علشان الراجل خاين، لكن افرض الرجل مات مثلا وجم اخواته قالوا الحاجه دي بتاعت اخونا، مين اللي والمراه وممكن المراه اللي تجي تقول كل البيت ده بتاعي، ما هو مش كله بتاعها ولا كله مش بتاعها، ايه اللي يفصل ما بينهم؟ مش لازم في حاجه تثبت الحق ده، والله الراجل يكتب يقول والله البيت اللي عندي ده كذا كذا دي ملك المرأة، والصالون ملك المرأة، والسفرة ملك المرأة، والحلل والسجاد والستاير، ممكن ما يكتبش الأجهزة الكهربائية مثلا، إن هو ما جابهاش على اعتبار إن هي إيه؟ مهر، هو جابها كده، هو جايبها لنفسه. ماشي مش هيثبت، عايز يثبتها ده نوع من التنازل مفيش مشكلة. المهم إن إحنا هنكتب بس حقوق، هنثبت الحق. حيث حصل طلاق والراجل برضه بي 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 بيحمي نفسه إن هو يظلم، افرض طلقها وكان غضبان منها. وعايز يظلمها ما يقدرش يظلمها بسبب الايه؟ الورقه ديت. فالتوسط ان هي لا نكتب يعني
يعني في ناس ما بيكتبوهاش مش مشكله، يعني الناس بتقول يعني تعتبرها يعني اقول له مش هكتب عليك حاجه يعني انت راجل ناثق فيه كويس، حاجه كويسه لا باس. وممكن بل احيانا ممكن زوج هو اللي يصر على ذلك يقول لا اكتبوها اكتبوها محدش عارف بكره هيحصل ايه، انا موت اخواتي وحشين، انا يوم اغضب منها اظلمها، يعني اكتبوا احسن وهو اللي يطلب تتكتب. لكن الغلط ايه بقى؟ الغلط ان احنا نكتبها بمغالاه، يكتبوا مثلا ايه شاب كم 100,000 جنيه مثلا، يبقى 20 بس عفش بقد كده، ويكتبوا بقى حاجات يالفوا حاجات بقى ومذهب ومش يعني ويزودوا حاجات مش موجوده اصلا ما اتجابتش علشان بيوروا القايمه ديت للقرايب بقى وليه والنسايب بصوا بصوا بنتنا بصوا مش عارف ايه، كاتبين حاجات مش موجوده وحاجات بارقام خرافيه. فيجي طبعا ساعتها الراجل يجي يطلق ولا يجي يموت يتخرب بيته ويقول انا اتظلمت وبتاع. فعشان كده الناس بتخاف من القايمه دي، يقول لك لا مش عايزك. اول حاجه يقول لك لا لا احنا ما عندناش فيش حاجه اسمها ما نكتبش قايمه. ليه ما تكتبش قايمه؟ السوء سمعه القايمه. هو الناس لو فاهمينها صح، هو في حد يزعله الحق؟ يعني انت دلوقتي جايب الحاجات دي مش جايبها ليها يزعلك نكتب الحاجه دي نقول والله دي بتاعتها؟ حاجه ما تزعلش حد. بس هو سوء استعمال القايمه بيعتبروها نوع من الايه؟ تهديد، الوعيد، سلاح، تعرفش. وبيتعاملوا مع القايمه دي على انها شيء مخيف. فالناس اول ما تسمع القايمه دي بتتشنك، ايه انتوا وحشين وانتوا لا، يبقى انتوا بقى عايزين بنتنا لا انتوا عايزين في ايه؟ ما هو حقها نكتبه خلاص. فالقايمة لو اقتصرت على الحقوق ما تزعلش حد، بل الراجل المفترض ان هو يعني ما بينه وبين نفسه يكتبها، يعني حتى لو الاسرة ما كتبتهاش هو مع نفسه يكتب الموضوع دوت في الوصية. مش احنا فاكرين الكلام في الوصية قلنا الحقوق التي تضيع بموتك يلزمك انك انت تكتبها؟ انت مت دلوقتي، ايه اللي يثبت ان العفش ده بتاع الست؟ اكتب انت حتى في وصيتك، مش قايمة بقى ولا حاجة، في وصيتك والله تقول وكذا كذا عشان تقول دي مش من الورث، عشان ما تورث والله الاوضه دي بتاعت زوجتي والاوضه دي بتاعت زوجتي والعفش والحلل والبتاع والكلام ده كل ده بتاع زوجتي بره الورث عشان محدش يجي يتكلم فيه. حاجه كويسه يعني لو ما اتكتبتش القايمه اكتب في الوصيه بتاعتك حقوق زوجتك في البيت، تمام. لكن المغالاه هي اللي خلت الموضوع مخيف بقى، عشان كده بنقول عندنا في الزواج حاجات غلط كتير. والقايمه الكبيره ديت لو هو الراجل عايز يطلق المراه هيقرفها لغايه ما تتنزل له عن كل حاجه، وانت اللي هتجيب لها الاذيه وهي اللي بتتدبس في الاخر. على فكره الاهل بيقعدوا فرحانين وفي ان هم سيطروا، والزوج لو عايز يطلع حقه من الزوجه هيطلعه وهيخليها تمضي وهي بتعيط، فمفيش داعي. يعني كما قال علي بن ابي طالب زوج ابنتك لتقي فانه ان احبها اكرمها وان لم يحبها لم يهنها. يعني حتى لو عايز يطلقها ولا ما حبهاش مش هيهنها يعني. لكن انت مجوزها واحد اصلا مش كويس، كل القيود دي مش هتفيد في حاجه، والمحاكم هي مليانه الاف القضايا ولا تنتهي ولا شيء، والمتبهدل في الموضوع ده المراه في الاخر. فاختيار الزوج هو الحل المثالي، وان احنا نفهم احنا بنكتب ايه ما يزعلش حد. واضح؟ الشاهد يعني دي مساله. هنيجي بقى دلوقتي في حته ثانيه نتكلم في موضوع المؤخر بقى، عشان ده برضه هو سلاح اخر مرعب ومخيف. يقول تسمية الصداق في العقد. يسن تسمية الصداق في العقد الزواج وتحديده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو نكاحا من تسمية المهر فيه، لأن في تسمية دفع الخصومة والنزاع بين الزوجين. سهلة دي. شروط المهر: أن يكون مالا متقوما مباحا مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به، فلا يجوز للمهر يكون خمر ولا خنزير ولا مال مغصوب. أن يكون سالما من الغرر، يقولهاش مثلا إيه صوتيكي مثلا دابة مهر مثلا، أكيد يديها معزة مثلا، هي فاكر إن هو يجيب لها جمل. كان يكون معلوم، فلا صاحب المجهول كدار، سأعطيكي دار. لا، لازم دار معينة أو دابة مطلقة أو ثمر شجر مطلق أو هذا العام أو نحو ذلك. وعلى هذا يصح المهر بكل ما أصلا أن يكون ثمنا أو أجرة من عين أو دين أو منفعة معلومة. إحنا فصلنا في موضوع المنفعة المعلومة سواء دينية أو دنيوية. تعجيل المهر وتأجيله بقى. يجوز تعجيل المهر وتأجيله كله أو بعضه حسب عرف الناس وعادتهم، بشرط ألا يكون الأجل مجهولا جهالة فاحشة، وألا تكون المدة بعيدة جدا لأن ذلك مظنة سقوط الصداق. دي مسألة مهمة. المهر يجوز أن يعجل كله، والله المهر الكام؟ مهر 30,000 مثلا، خلاص خدوا 30,000 خلاص انتهى الأمر. ما يوجد خلاص مرة ملاش مؤخر في الحالة دي، ما اتفقناش على شيء.
المؤخر هو مؤخر الصداق. معنى كلمة مؤخر ده مش مهر تاني، هو بقية المهر. كلمة مؤخر الصداق هو باقي المهر الذي لم يدفع عند العقد. اتفقنا سيؤخر ليه الجزء ده إلى وقت آخر، وده من التيسير يعني. فممكن يتفق أن المهر كله دفع الأول، نحن ندفع نصه في الأول ونصه بعدين، كله بعدين لا بأس طالما هم تراضوا على ذلك. وده اللي احنا بنسميه مؤخر الصداق. مؤخر الصداق ده برضو من الحاجات اللي مفهومة غلط، ان المؤخر ده نوع من ايه؟ نوع من القيد الذي سيمنع الرجل من تطليق المرأة، لن يستطيع ان يطلقها طالما قيدناه بهذا المؤخر. فقيدون ارقام خرافية، مثلا يكون المهر نفسه 30 مؤخر 100، كيف هذا يعني؟ انت فاهم يعني مؤخر؟ يعني عليك انت. الراجل لما بيكتب المؤخر ده هو ملزم بيه حتى لو لم يطلق، لدينا عليه. فينبغي الناس تبقى فاهمه هي بتعمل ايه. انت عارف يعني ايه دين؟ يعني لو مات دين عليه، يعني موضوع في حق مالي هيسال عنه امام الله سبحانه وتعالى. فينبغي الناس تفهم ده مؤخر الصداق. والله الصداق 30، يبقى المؤخر اقصى حاجه 30، نص ونص مثلا. لكن 30 و100 ازاي يعني؟ ما هو ده مش سلاح برضه. ما الرقم اللي انت كاتبه ده دليل ان الناس بتستعمله كنوع من التهديد. انا مؤخر 30 عشان ايه؟ عشان ما تطلقش يعني؟ بالعكس، ده هيخليها تبوس ايده عشان يطلقها، خليها تتنازل عن كل حاجه عشان يطلقها. لو انت اتعاملت معاه كده، انت اخترت واحد مش كويس اصلا طالما بتتعامل معاه كده. فينبغي الناس ان هي تفهم ايه مؤخر الصداق. مؤخر الصداق هو جزء من الصداق تم تاخيره. طيب الاصل في مؤخر الصداق ان يحدد اجله، بمعنى ان يتفق الرجل مع المرأة، والله هذا المؤخر بعد سنة ادفعه لك، بعد سنتين، بعد 10، يكون في رقم محدد. فاذا لم يحدد وقت فانه يثبت للمرأة في حالتين، اما الطلاق او الوفاة. ان خلاص انفصلوا، هنروح فين تاني؟ مات ياخد الفلوس، اتطلقني ياخد الفلوس. لكن الاصل ان الرجل يسدد المؤخر في حياته. واحنا ليه نستنى الطلاق ونستنى الوفاة؟ انت كتبنا 20 و10، الراجل والله من حسن العشرة انه يسدد لها المؤخر ده في حياته. لا والله احنا كتبنا كام يا ست الكل في ال، تقول له 10، لا والله اديك كل ايه، كل شهر، كل شهرين 1000 جنيه مثلا كده وبتاع. حاجة جميلة والله، المرأة تفرح جدا، تفرح جدا، تبقى شيء جميل في حق، يعني في حق الزوج يعني. اتفق معي يقول له قسطهولك مثلا على سنتين على 3، شيء جميل. لذلك هو كان يعني لو ما تسماش بقى في الطلاق او الوفاة، طب هما ليه اصلا بيخلوا فيه مؤخر؟ علشان لو ما تدفعش الى الطلاق او الوفاة يكون في نوع من تطيب خاطر المرأة. في حالة الطلاق تاخد فلوس، في حالة الوفاة تاخد فلوس، فيبقى شيء من ايه، يخفف عنها ليه الصدمة شوية. لكن الاصل ان الراجل يدفعه في حياته، يعني ما يدفعه يعني طالما في مؤخر يدفعه في حياته. او احيانا المرأة ممكن من كرم أخلاقها تتنازل عنه في حياة الزوج بعد عشرة طبعا كويسة، ولا مع سنين طويلة وخلاص بقى في ثقة عالية جدا، يعني ما فيش بقى مش محتاجين كلام ده. وهي شايفة جوزها مثلا على قد حاله والمؤخر كبير شوية، فممكن هي مع نفسها تتنازل عنه، تقول والله أنا متنازلة بالكلام كده، خلاص يسقط. والله أنا تنازلت ليه عن المؤخر، عن نصه، عن كذا عن كذا، وارد يحصل. فالأمور دي بعد كده أخوانا بعد العشرة وبعد الحب وبعد التعارف اللي ما بين الزوجين كويس، في حاجات كتير بقى بتفك خالص خالص بقى. الشبكه مالها الشبكه؟ لا الشبكه دي موضوع تاني. الشبكه دي بيعتبروها من المهر دلوقتي، يعني هي جزء من المهر في الحقيقه، يعني هي اسمها هديه يعني، بس ما فيش هديه ب 20,000 جنيه، فهي تقريبا هي جزء من المهر، وبدليل انه بيتفق عليها. الهديه ما حدش بيتفق على هديه، الهديه هديه، هجيب هديه زي ما انا عايز، لكن بتتكتب في القايمة. فهو في الحقيقة الشبكة الآن هي جزء من المهر. الخلاصة يعني ان المؤخر ده مش سلاح تهديد، انما هو جزء مؤخر من الصداق. يجوز ان المرأة تتنازل عنه في اي وقت، يجوز الرجل، بل يفضل ان الرجل يسدده للمرأة في حياتها. فاذا لم يعني يتفق على اجل، لم يسدده الرجل، ففي الحالة دي هيثبت للمرأة اذا طلقت هيتدفع الى المؤخر، أو مات الزوج هيدفع لإيه المؤخر. وده حاجة مهمة، لأن إذا مات الزوج
لابد من اثبات المؤخر دوت. عشان كده حلو وكويس ان يتكتب في قسيمه الزواج المؤخر المتفق عليه، وان كان الناس ما بتكتبوش دلوقتي عشان المأذون ما ياخدش فلوس، فلو ما اتكتبش يتكتب في ورقه اخرى، يعني نكتبه في اي ورقه ثانيه، او الراجل يكتب في وصيته برضه ان زوجتي ليها كذا. لان لما يجي يموت لازم نطلع الاول الايه المؤخر ده من الارث، فلقوله تعالى من بعد وصيه يوصي بها او ايه او دين. طب ده دين لازم نطلعه الاول من 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 الكلام ده كله. فالمراه تاخد المؤخر الاول وبعد كده تاخد حقها لسه، سواء تاخد الثمن او الربع حسب الاولاد او عدم الاولاد، تمام؟ فده ده ملوش دعوه بحقها في الارث. ما يقولهاش ما انت خدت المؤخر ده، المؤخر ده على جنب، اخده الاول بعد كده اخد في الارث كمان، تمام؟ فدي لازم تثبت برضو في ورقه في القسيمه نفسها في وصيه الرجل، لكن ما تضيعش كده، تمام؟ فاذا تنازلت المراه برضو يثبت ذلك، والله المراه تكتب ان هي تنازلت عن حقها كذا كذا، بحيث لو حصل طلاق او كده يبقى في دليل ان هي تنازلت عن الايه؟ عن الحق دوت. فاذا المؤخر ملوش علاقه بالعذاب اللي احنا بنشوفه دوت، ولا سلاح ولا قيد ولا كده. يعني ينبغي الناس تتساهل، لان الامور دي لما يحصل مغالاه فيها احيانا بيحصل بغضاء بين الرجل والمراه قبل الزواج كما سياتي. يعني المهم طبعا المهر زي ما قلنا اذا حصل دخول يثبت بالكامل، اذا طلقت قبل الدخول تستحق نصف المهر. كل حاجه تتنصص، يتنصص المؤخر ويتنصص المهر ويتنصص الشبكه، ان احنا والله اعلم دلوقتي الشبكه تعتبر جزء من الايه؟ جزء من المهر. فيها خلاف يعني، لكن بيقول حكم المغالاه في الصداق يستحب عدم المغالاه في المهر لما يلي حديث عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يمن المراه، يعني من بركات المراه تسهيل امرها وقله صداقها، واليمن هو البركه. طبعا هي التسهيل يعني نشوف العرف ايه وننزل عنه شويه، نتساهل شويه يعني، مش لازم نكحف المراه، لكن والله ايه العرف دلوقتي كذا، والله احنا هنرضى بكذا اقل شويه، فده الرجل يفرح ان هو تم التيسير عليه، ان هو اقل حتى من العرف كمان، فده من التيسير يعني. لكن مش هنقول بقى المراه يبالي خاتم من حديد مثلا، طالما مش الدرجة دي يعني، اذا قبلت كويس لا بأس، لكن ان احنا بنقول نيسر يعني ونوازن في نفس الوقت، نعطي المرأة ما تفرح به ويرضيها. بمعنى؟ لو ما عندوش دين وخلق اصلا هتتجوزه ليه؟ ده مرفوض. ماشي، ما هو احنا بنقول في حاجات بتيجي مع بعض، حاجات دي راكبه مع بعض، انك تختار رجل صالح وامراه صالحه ده داخل معانا في الصداق وفي التيسير وفي المؤخر. فكونك اخترت شخص مش كويس هعمل لك ايه يعني؟ كل التيسيرات دي ممكن تبقى ضدك، مش ايه؟ مش معاك. خلينا نكمل بعد الدرس. طيب معلش. بيقول عن عمر رضي الله عنه انه قال: الا لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائي، ولا أصدقت امرأة من بناتي أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه، وحتى يقول كلفت فيك علق القربة، يعني طلعت عيني علشان اجيب لك الفلوس دي. كلفوه مهر كبير، قاعد بقاله عيني 4 سنين خاطب عشان يجيب المهر بس، ولغاية ما يجي بعد ال4 سنين عايز يسيبها بعد العذاب، شاف عذاب ويل عشان يجيب لها اللي هم اتفقوا عليه دوت. طب ليه العذاب ده؟ يعني يسر الامور، طالما الرجل خلوق وصادق وراجل ويتحمل مسؤوليه وشايفين عنده جديه، نبتدي نسهل الامور. وناس كتير كويسه في الحته دي، الاول بيتشرط وبتاع، اول ما يجد صدق في الايه؟ في الراجل يبتدي الدنيا تفك بقى، يقول له طب مش مشكله دي، طب دي نكبر دماغنا، طب ماشي عدي دي، يلا يخلصوا نفسيكم، يلا خشوا اي حاجه. حلو كويس، في ناس كويسه في الموضوع ده، لكن عايزك بس ننتبه لمهر بنات النبي عليه الصلاه والسلام، عشان برضو نعرف ايه هو، برضو عشان ما نبقى فاهمين الوسطيه ايه هو، ايه التيسير يعني، ايه اوقيه؟
الأوقية دي حاجة من ده فضة يعني. كم هو مقدار الأوقية؟ 40 درهم. 40 ايه؟ درهم. هو الدرهم كم جرام فضة؟ 3. يبقى إذن الأوقية 120 جرام فضة. 120 جرام فضة. إذن 12 أوقية يعني 1200 جرام فضة. في رواية تانية قال 12 أوقية ونشا. قال أتدري ما النش؟ قال لا أدري. قال نصف أوقية. إحنا قلنا الأوقية كان 120، يبقى نصفها 60، قول 1300 إيه؟ جرام فضة. فضة طبعا خالصة عيار 1000. طيب جرام الفضة بكام دلوقتي؟ جرام فضة غلي دلوقتي. يعني هو دلوقتي انت ممكن لو جبت خاتم فضة يقول لك الجرام ب30، بس ده طبعا بعد المصنعية والشغل والمكسب بتاعه والدلع والإيطالي والتركي والكلام ده. نقول 20. 10؟ انت متأكد؟ خلينا وسط 15. لا بس احنا بنتكلم اللي انت بتجيبه ده عيار مخلط، بيبقى 90، بيبقى 900 قصدي. لما حلقت العبي وشعره كان 10. جايبه منين 10؟ ده جرام فضة خالص كده يعني؟ طيب يعني لو قلنا 10 15، يبقى إذا مهر بنات النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتراوح من 13,000 جنيه إلى 20,000 جنيه. رقم معقول. حتى تحس دلوقتي هو ده رقم معقول، أقل من العرف كمان صح؟ يعني دلوقتي العرف دلوقتي في اسكندرية، طبعا سيحك ما هي من بره اسكندرية في أوهام يعني، احنا هنا غلابة يعني، هنا العرف 30 يعني، في الحدود دي طالع نازل يعني. يعني ده يدل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مخلي بناته يعني ايسر شوية من اي حد، رغم انهم اشرف نساء العالمين رضي الله عنهن جميعا. تمام. فيبقى ايه ده نتكلم في المعقول بقى كده يعني لما نقول تيسير، ايه التيسير؟ تيسير، بس بتتكلم في 20,000 جنيه يعني، ما نجيش بقى على المرأة قوي ولا في نفس الوقت انه غالي يعني، وسطية يعني، نشوف ايه العرف وايه وننزل عنه شوية، نسهل على الناس، لا نكحف المرأة ونخليها تدخل ببلاش، ولا ان احنا نغالي ونعذب الرجل. فاذا كان العرف مثلا كذا ونزلنا عنه شويه، والله الراجل يفرح جدا ويحس المراه دي فعلا يعني تبقى في عينيه الاثنين، ويبقى فرحان بيها ان فعلا يعني كلفته اقل حتى من العرف. تمام، وهكذا يعني، في نفس الوقت ما يكحفش بيها يعني. بنات النبي عليه الصلاه والسلام نفسهم اتجوزوا برقم كويس يعني، 15,000 20,000، رقم مش شويه، واخد بالك؟ وإن كان في من قبل خاتم حديد يعني، هي المسألة راجعة لإيه؟ يعني للرضا والأعراف. أكيد الناس اللي اتكلموا في خاتم حديد هو كان مستواهم كده يعني، هو كان مستواهم كده أكيد، كان هي ست متواضعة قوي، هو راجل يعني على قده خالص، فمش كل الناس هيبقوا زي بعض. ولكن المهم إن إحنا زي ما قلنا نراعي الإيه؟ نراعي المعقول والمتعارف عليه، ولو أردنا التيسير ننزل شوية عن الإيه؟ عن الأعراف ديت. فإيه؟ المهم يعني دوت مهر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة، الحقوق الزوجية. خلينا ناخد شيء من الحقوق الزوجية. إذا وقع عقد النكاح صحيحا ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين، وهي أولا حقوق الزوجة. للزوجة على زوجها حقوق مالية كالصداق والنفقة، وحقوق معنوية غير مالية كالعدل والإحسان وطيب المعاملة، والتفصيل على النحو التالي. أولا المهر، وهو حق للزوجة على زوجها، لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وغير ذلك أدلة. النفقة والكسوة والسكنة، فيجب على الزوج تحصيلها للمرأة، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويجب على الرجل النفقة، الكسوة، السكنة، طعام. كان في خلاف بين العلماء في الدواء، وبعد طبعا يعني فتاوى المعاصرة أن يجب عليه أن هو يشتري لها الدواء. إن كان في علماء بيقولوا ما يجبش، أن هو مش ملزم بالدواء ليها، أن هي تداوي نفسها. وبعض العلماء طبعا المعاصرين عشان الواقع والعرف وكده ألزموا الرجل حتى بالإيه؟ بالدواء يعني. لكن على الأقل السكنة والكسوة والطعام والشراب. الرجال قوامون على النساء
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولحديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق الزوجة؟ فقال: أن تطعمها إذا طعمت، أن تكسوها إذا اكتسيت. ولحديث جابر رضي الله عنه في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا الرجل هو الذي يجب عليه أن ينفق على البيت، ولا يجب على المرأة أن تنفق على البيت، فهو الذي يجب عليه أن يأتي بالطعام والشراب والكسوة والنفقات المتعارف عليها، تعليم الأولاد، التعليم المناسب لمستواهم. مش هم ناس عاديين مثلا عايزة هي تدخل ابنها مدرسة دولية، هو مش ملزم بذلك. عايزة تدخلي ولادك دخليهم بفلوسك، لكن أنا أدخلهم المستوى المناسب ليا اللي يليق بمثلي، اللي ما بقاش شكلي غريب وسط الناس، عادي العادي بتاعنا. فده ملزم بيه، ملزم بكسوة ولاده، ملزم بطعام ولاده. ما عدا ذلك مش هيبقى ملزم بيه. هي المرأة عايزة تجيب حاجة مثلا نفسها غالية شوية، هات لنفسك. هو بقى جاب لها ده شيء مستحب، لكن هو مش ملزم بكل نفقات المرأة، إنما الطعام الذي يليق بها، الكسوة التي تليق بها، الأولاد وتعليمهم اللي يليق بهم، الدواء. بس ده إيه؟ ده الواجب. ما عدا ذلك فمستحب، ما زاد على ذلك مستحب. إذا المرأة لا يجب عليها أن تدفع شيء في أكل أو شرب أو كسوة، كسوة اللي تقضيها يعني. لكن هي بقى عايزة يبقى عندها 10 فساتين و10 جزم والكلام ده، هو ما يلزمش بكل دوت يعني، اللي في حياتها تمشي بيه والعرف ممكن واحدة تبقى كفاية كده، هو ده الواجب. اللي هيزيد عن كده هيبقى مستحب، ممكن يوافق وممكن ما يوافقش ان هو يزيد عليه. لكن إذا تطوعت المرأة ودفعت شيء في مصاريف البيت اللي هي واجب على الرجل كالطعام والشراب والكسوة ونحو ذلك، فهذا أمر طيب، هو من حسن العشرة، وإن كانت غير ملزمة به، غير ملزمة به. فلكن في نفس الوقت إذا هي خدت الحكم ده ترضى بالحكم الثاني، بمعنى إن الرجل حينفق عليها على قدر إيه؟ على قدر ماله، فلا يلزم بما يفوق طاقته. فإذا أرادت هي أكثر من ذلك، إما هي ما فيش حل غير إن هي تشارك في البيت، هي عايزة تعيش في مستوى معين، والراجل ده مستوى أنا ما أقدرش أعيشك في المستوى دوت، خلاص يبقى إيه؟ ما تقولش بقى أنت، لا أنت اللي يجب عليك النفقة. ماشي، يجب عليها النفقة في حدود وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كل واحد يدفع على قده. هي عايزة تزود، خلاص شاركي في البيت يعني لك إما. لكن إحنا نقول الواجب على الرجل فأما إذا شاركت المرأة في البيت فهذا أمر ممكن من طيب العشرة فقط يعني، لكن لا، غير ملزمة بذلك، غير ملزمة بذلك. وأيضا الرجل غير ملزم بنفقات المرأة الزائدة أو خارجة عن الحدود ديت. طبعا كتير هنكرر إن يا جماعة العلاقة الزوجية مش ماشية بالورقة والقلم. لو مشيت بالورقة والقلم تفسد تماما، لو كل واحد عايز بالظبط اللي ليا واللي عليا الدنيا هتبوظ. إنما الموضوع قائم على إيه؟ على المرونة الشديدة، بالذات الحقوق الزوجية دي قائمة على المرونة الشديدة ومراعاة الصالح العام ومراعاة بقاء العشرة ودوام المودة. والراجل يتساهل يعني مش ممكن هيحاسب المرأة بقى ايه جبت لك كده، يعني صعب يعني. هنقول واجبات عشان قدام ربنا بس، هتتسأل عن ايه، مش هتسأل عن ايه، هل أقسم ولا ما أقسمش. لكن الحكمة موضوع تاني بقى، انك انت ايه اللي عمله ايه اللي ما عملوش، ده يراجع للعرف. فالمهم ان تكون المصلحة العليا هي استقرار البيت ودوام الحياة الزوجية. عشان كده بص الراجل الحكيم اللي جه، احنا عندنا بنسأل على حقوق الزوج والمرأة تسأل على حقوق الزوجة، الراجل جاي يسقي يقول ما حق الزوجة، ما قالش ما حقه ليه الزوج. عشان كده الصحابة كانوا تمام، واحنا مع نفسنا احنا عندنا بنسأل عن حقوق الزوج عشان اروح بقى هي هاتي وبتاعه، المرة تسأل حقوق الزوجة تروح تقول انت ما بتعملش وما تسويش. لا، انت زمان كان يشوف ايه اللي عليا الاول قبل ما اسأل اللي ليا، اعرف ايه اللي عليا، فكان يقول ما حقه ليه الزوجة. طيب، لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال: إعفاف الزوجة بالجماع مراعاة لحقها ومصلحتها في النكاح ودفعا للفتنة عنها، لعموم قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الجماع حسن المعاشرة والمعاملة بالمعروف، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف.
عشان كده تجد الآيات بتحيلك دايما عن معروف، يعني إنسان يغلب مراعاة الإيه؟ العرف في الأمور ديت. يعني الستات جوازهم بيجيبوا لهم إيه في العرف؟ يعني يلتزم به أفضل ما يلتزم به باللي نص عليه الفقهاء في الكتب، ده أدعى لدوام العشرة والمودة. ما هي بتشوف جارتها وبتشوف صاحبتها وبتشوف يعني جوازهم بيجيبوا لهم كذا وكذا، يعني ما يقولهاش لا ده يجب وده مستحب، مش الدنيا مش هتمشي كده أبدا، إنما يراعي العرف خارج حدود العرف، ما يزعلش حد إن إحنا ما نعملوش، ما دي حاجة خارج العرف، لكن حاجة في العرف وماشية كده خلاص، يعني بيفسحها يقول لا ما يجيبش عليها فسحك مثلا، يعني مش ناشفة قوي كده، اه فعلا ما يجيبش عليه يروح يفسحها ويأكلها عند كذا وكذا ويطلعها تاكل ترمس على البحر، مش لازم يعني، لكن مفيش حد بيعمل كده يعني. في حد لو واحد عامل زوجته بالطريقة دي العيشة من دي ده يا عم ده الفقر ده. فبيقول ايه؟ فيكون حسن الخلق مع زوجتي رفيقا بها صابرا على ما يصدر منها، دي مهمة جدا، محسنا للظن بها. اكتر حاجة تدمر البيت ان الرجل يسيء الظن بالمرأة، لو حس ان هو شاكك فيها مثلا، ده بأمر مدمر للبيوت، خاصة إذا كانت المرأة مش مريبة خالص، كان هو غيور بشدة لدرجة إن هو يعني إيه يكاد يتهمها يعني، فده أمر بيجرح المرأة جدا، ما تنسوش أبدا يعني. قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي، طبعا قال استوصوا بالنساء خيرا، وقال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره إن رضي إن كره منها خلقا رضي منها أي آخر لا يفرق. و قال عليه الصلاة والسلام المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته. فيعني دايما النساء بسبب عندهم ظروف، عندهم الحيض، عندهم كذا، عندهم ضغوط الأولاد والعيال وشغل البيت، ترجع البيت مش عارف إيه اللي حصل وإنت مش موجود، فممكن تجد منها رد غريب مرة واحدة، ممكن تجد منها كلمة مش ايه ده مش من عوايدها تقول لي كده مثلا، يعني تجاوز وتسامح وما تعرفش هي ظروفها ايه، ما تعرفش هي دلوقتي في اني الفتره بتاعتها عامله ازاي، ما تعرفش العيال عملوا فيها ايه. ينبغي الراجل ان هو يتساهل قوي خصوصا مع المراه اذا كانت مش ده العادي بتاعها يعني، لكن هي العادي بتاعها صليطه اللسان يعني المراه لا تحتمل، لكن لو يعني ممكن يفلت منها مره كده اتعصبت شويه مش عارف ايه، يعني انت راجل ولا كاني في حاجه حصل، كبر دماغك خالص، بل يعني رد بعمل فيه إحسان، هيحرجها جدا الموضوع دوت، والمرأة عاطفية عموما. بيقول العدل بين النساء في المبيت والنفقة لمن كانت له أكثر من زوجة، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، يعني كل واحدة ليلة كاملة في شعادة تاخد ليلتين في 9، تمام؟ إلا بقى لما تنازلوا في الآخر، سودة رضي الله عنها تنازلت لعائشة، ده موضوع تاني، هي تنازلت، لكن في العادي كان هو إيه كل واحدة يوم من 9، تمام؟ من الحقوق أيضا ألا يفشي أسرار البيت، خاصة ما يتعلق بأمر الجماع، من حقوقها أن يستر عيوبها التي اطلع عليها، أن الرجل يرى من المرأة ما لا يراه أحد، فمن حقها عليه ألا يفشي عيبا فيها. ومن حقها يستحب يعني أن يعين الزوجة في العمل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في خدمة أهله كان يخصف نعله عليه الصلاة والسلام، يرقع ثوبه عليه الصلاة والسلام، يحلب شاته عليه الصلاة والسلام، فينبغي للرجل أن يعين المرأة في أعمال المنزل، يعني مفيش مانع ما لا يعيب الرجل أنه يغسل مواعين مرة، إنه يكنس البيت مرة مثلا، مش هيعمل كده كل يوم، لكن شيء جميل المرأة تقدر جدا الرجل لو ساعدها يعني ولو مرة في الأسبوع، يساعدها في أعمال المنزل، يعني شال عنها حاجة هي اللي بتعملها طول عمرها، لا طب أنت نامي وأنا حامل كذا وكذا، ده موضوع ده بليه تقدير كبير في عند المرأة يعني. الحاجات مش بتمشي بس بالهدايا والكلام الجميل والرسائل والكلام ده، في حاجات أقوى من كده بكتير على فكرة في البيت، بتعبر تعبير حقيقي عن صدق المحبة والتقدير بين الرجل وإيه والمرأة، تمام. تحبوا نكمل ولا كفاية كده؟ حق الزوجة، حق الزوجة شكلكم كده إيه طالما ما قلتوش
يبقى اه يعني يبقى انتوا كده ريحتوا مني. طيب خلينا نقول حق الزوج المرأة القادمة، ان في بقى تفصيل هنتكلم بقى عن ايه، عن الخدمة والكلام دوت، ولا ناخده بسرعة؟ اه بسرعة، ده صغير ان شاء الله. يقول حق الزوج، يقول حق الزوج على زوجته اعظم من حقها عليه، لقوله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن ايه درجة، وقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. ولا تؤدي المرأة حق الله تعالى عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله. من حقوق الزوج على الزوجة حفظ السر وعدم إفشائه لأحد، سر يعني. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب بما حافظ الله، وهذا من أسرار نجاح البيوت، الكتمان التام لكل ما يحدث في البيت حتى الأحداث العادية. المرأة الزكية التي تريد أن تحفظ بيتها لا تخرج يعني أمور بيتها لأحد ولا لأهلها، حتى الأمور العادية تحاول أن هي ما حدش يطلع عليها، تاكلوا إيه، بتشربوا إيه، جوزك شغال إيه، بيقبض كام، حاجات اللي هي معلومات عادية دي أحيانا البعض بيستغلها في الواقعة، وإن هو بقى طب ده إحنا عندنا وأنتم عندنا، طب هو ما بيعملكيش كده، يعني حاجات مع إنها معلومة عادية بس أحيانا تستثمر استثمار خاطئ يعني. طبعا السر ما يطلعش أبدا، لكن ما هو ليس بالسر الأفضل برضه ما يطلعش. بيت كده ما فيش أي حاجة بتطلع، محدش يعرف عننا حاجة، ده بيريح جدا. أي طرف بيدخل ما بين الزوجين في العادة الدنيا ما بتمشيش كويس يعني. وجوب الطاعة في المعروف، الرجال قوامون على النساء إنما الطاعة في المعروف. تمكين من نفسها إذا دعاها إلى الفراش ما لم يكن هناك مانع شرعي، حيض مثلا، مرض شديد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طبعا الحق ده حق نعم، لكن بغي الرجل أن ألا يسيء استعماله. فإذا كانت المرأة مرهقة جدا وهو يريدها وأبت يعني أبت يعني تلقائيا يعني مش قصدها، بس قالت له مش أنا لا أستطيع اليوم مثلا، فينبغي أن يكون حسن الخلق طيب العشاء لا يحملها على ما لا تحتمله يعني. فإذا يعني رأى الرجل منها إباء ليس إباء يعني فعلا في سبب وجيه يعني آه تحتمل، بس هتحتمل بمشقة يعني عشان خطرك بس، فينبغي الرجل أن يكون يعني رفيق بها ولا يعني يضطرها للإيه للعن. من يرضى لزوجتي أن تلعن يعني؟ يقول لا طب انا لا ده الحديث كذا بقى وانا عباد غضبان عليكي وتلعنك الملائكه. ايه ده زوجتك يعني مش عدو، ما ربنا لما الملائكه تلعن زوجتك ده ما ده يعود بالشؤم على البيت كله. فينبغي الانسان يكون عنده حكمه يعني ويتساهل في الامور دي. وبرده ارجع اقول لك ده عند المراه له تقدير كبير، فاذا في المراه القادمه عندما يعني يحصل الجماع ستجد منها اهتمام كبير بك، ويكون ده ليه اثر بعد كده في حلاوه العشره بعد ذلك بينكم، لان انت فعلا ايه قدرتها في موقف فهي تزيد في الاعتناء بيك في الموقف الثاني. دي امور فنيات يعني تحتاج الى حكمه من الرجل. لكن اذا فعلا المراه هو فعلا الان هو يريد المراه وهي تأبى يعني هو يريدها بالفعل خلاص مفيش حل. احيانا رجل يريد المراه يعني حفاظا على نفسه، قد يكون افتتن في الطريق مثلا او يكون اطلع على شيء فحصد له فتنه او يخشى على نفسه ان يقع في الزنا او في العاده السريه، فهو مش عايز يقول لها يعني القصة مش هيقول لها كده يعني، فبيقول لها دلوقتي يعني. فمرأة الذكية توافق يعني، تعرفي اللي ممكن ترفضي من هنا الرجل ممكن يعمل حاجة مش كويسة وبعد كده تزعل بقى تقول لك ده بيعمل لي وبيخني وبيروح وبيمشي، طب ما هو بيطلب منك انت بترفضي. فبرضه نفس الكلام الموازنة يعني، هي امور برضه فيه توازن، المرأة تحاول تجيب مهما كان والراجل يكون عنده حكمة لو كان الموضوع مش ضروري ومش فعلا مش فتنة وهيروح بقى يعمل العادة السرية لو ما حصلش كذا وكذا يتسامح وكده. زي ما قلت لكم الزواج ما هاش ايه مش قفش، مفيش بقى نقول لا هي اللي لازم توافق، لا هو اللي لازم يتنازل، اه الاصل ان هي لازم توافق، بس الامور برضو محتاجه شيء من الايه السياسه والحكمه. احنا شاهد ده زوج وزوجه مش بنتكلم في اجهزه الكترونيه يعني. بيقول المحافظه على بيته وماله واولاده وحسن التربيه، لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، وقوله صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن ألا يطأن فروشكم أحدا تكرهونه. طبعا ده من حقوق إن هي لا يجوز أن تأذن لأحد أن يدخل البيت إلا بإذن الزوج خالص، لا جارة ولا صحبة ولا ست، طبعا رجل ما ينفعش يخش بأي حال من الأحوال إذا كان أجنبي عنها يعني، لكن حتى أخوها أبوها أي شخص مش من حقه يدخل بيت الزوج إلا أن يأذن هو في دخول الشخص ده ليه
البيت، ومن حقي عليها ألا تخرج من البيت إلا بإذن، فلا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذن. فبالتالي عمل المرأة لا يجوز إلا بإذن ليه؟ الزوجة، أن العمل يقتضي خروج يومي. فإذا كان الرجل أصلا من حقه أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذنه، فبالتالي العمل يكون به بإذنه. فالمرأة إذا لم يوفق الرجل على العمل وهو يكفلها ويرعاها وكل حاجة، من حق من المرأة أن المرأة لا تعمل، إلا إذا اشترطت عليه مثلا في بداية العقد أو كده، ده موضوع تاني يعني. بس المرأة إذا وجدت من يعفها ويكفيها يعني، لماذا لا تعمل؟ أمر غريب، أنا لو لقيت حد يصرف عليا مش هشتغل أكيد يعني. إثبات الذات، يقول لك إثبات الذات، مش تثبت الذات في البيت يعني. هو ده مكان، والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي هو ده مكان إثبات الذات بتاعها فعلا. وده شيء صعب جدا للمتزوج يعرف ان مسألة تربية الأولاد دي لا يقدر عليها الرجل اطلاقا، مفيش، هي لا تقدر عليها المرأة فعلا. ده حق لإيه؟ حق للنجاح بتاعها كله، وإثبات فعلا الجدارة في المكان ده. لكن لو احتاجت المرأة لعمل والعمل كان مفيهوش مخالفات شرعية، يجوز أن تعمل، لكن يجوز للرجل ان هو يعني يرفض العمل ده، لأن خروجها هو من حقه أصلا. المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق وكف الأذى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. من حقوق أيضا اللي هو ما ذكرهاش التزين للزوج، هذا من حق الرجل على المرأة أن تتزين له. ومن الحقوق أيضا ألا تصوم صيام تطوع وهو حاضر إلا أن يأذن، يعني إذا أرادت تصوم غدا تستأذن قبل أن تصوم، لكن لو مسافر تصوم زي ما عايز، لكن قالت لها اصوم بكره يقول لا او لا، الا لو كان الراجل مديها صلاحيه تامه، عايزه تصوم اي يوم صومي مش لازم تقولي لي يعني. طب اذا كانت صايمه بقى وهو قال لها افطري، يجب عليها ان هي تفطر. من حقه عليها ان تحسن معامله والديه واقاربه ونحو ذلك، وهو برضه من حقها عليه ان يحسن معامله والديها واقاربه. بقي المساله الاخيره نقولها برضه بسرعه، وهي مسألة الخدمة، لأن دي دايما الايه؟ دايما الكلام بيكون فيها. يعني الحقوق المشتركة دي تتقرا مفيهاش حاجة. خدمة المرأة للزوج، هل هي واجبة أم مستحبة؟ ودي مسألة يعني كثر الكلام فيها جدا. الخدمة، ماذا نقصد بالخدمة؟ الخدمة يعني تطبخ له، تعمل له غدا، تغسل له هدومه، تنشر، تكنس البيت، الحاجات اللي هي ايه؟ الخدمة العادية المرأة متعرف عليها. ترتب الدواليب، بترتب له دواليبه، تحط له جزم ومكانها، الحاجات المرأة المفترض بتعملها يعني. هل هي دي واجبة أصلا ولا مستحبة؟ هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء الأربعة. جمهور العلماء أن الخدمة ليست واجبة، لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها. الجمهور أقصد به الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. الشافعية والحنابلة وبعض المالكية قالوا أن المرأة لا يجب عليها أن تخدم الزوج، لأن المهر في مقابل الاستمتاع، فما استمتعتم به من هنا فأتونا أجورنا إيه؟ فريضة. فالمهر ده كان مقابل استمتاع الرجل بالمرأة وليس الخدمة، فقالوا مش واجبة. اللي قال بالوجوب بعض المالكية والأحناف، قالوا يجب على المرأة أن هي تخدم إيه؟ زوجها. استدلوا على ذلك بأدلة، أن فاطمة رضي الله عنها لما ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام تشتكي أن الرحى أثر في إيديها وعايزة خادم، المهم هو ما كانش عنده خادم يعطيه لها، فرح لهم البيت ولقاهم بيشتغلوا بتاع. المهم خلاصه الحديث، قضى على فاطمه العمل الباطن وقضى على علي العمل الظاهر. يعني قضى على فاطمه، حكم عليها ان هي تعمل اعمال المنزل الباطن، يعني كل حاجه داخل المنزل، وقضى على علي انه يعمل كل حاجه بره الايه؟ بره المنزل. فده في بنته عليه الصلاه والسلام، وهي محتاجة الخادم يعني، ما قالوش هتلاقي خادم، ما قالوش انت ما تساعدها، انت سايبها ليه شغالة. في الاخر قضى عليها هي بأعمال المنزل، وقضى عليه بأعمال كل عمل خارج المنزل. وأسماء امرأة الزبير بن العوام ابنة أبي بكر الصديق، ثبت عنها ان هي كانت تعجن وتطحن وتخبز، بل كانت تطعم الفرس وكانت تحمل النوى وحاجات كده يعني. فكان أسماء بنت أبي بكر تخدم الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. وثبت ان زوجات النبي عليه الصلاه والسلام كانوا بيطبخوا، بدليل ان عائشه لما كسرت الصحفه بتاعه اللي جت للنبي عليه الصلاه والسلام من زوجه تانية وجالها الايه وكسرتها، وبعد كده خلاها تعمل اكل تاني
فهي مين اللي كان بيعمل اكل في البيت؟ الزوجات، يعني زوجات النبي عليه السلام هم اللي كانوا بيعملوا له الايه؟ الاكل. الفريق الثاني قال برضو كل ده مش دليل على الوجوب، اهو ممكن يكون كل ده عملوا من باب حسن العشره، قالوا لهم رد عليهم قالوا لا هي فاطمه ما كانتش عايزه تعمل كده اصلا، هي رايحه تشتكي، يعني هي مش واحده بتعمل كده، يعني هي مش عايزه تعمل، تعبت فقضى عليها رغم ان هي متعبه، وده دليل على الايه؟ الوجوب. لو هي بتعمله من حسن المعامله ما كانتش هتشتكي اصلا، هي مش عايزه مش قادره خلاص، فقال لها لا برضو ايه؟ برضو هي الخلاصه يعني هل هو واجب ولا مستحب؟ بعض العلماء توسط في المسألة، هل يجب على المرأة ما يعني ما جرى به العرف بين الناس أن المرأة تفعله في البيت مع الرجل؟ عرف الناس إيه؟ عرف الناس زمان مثلا كان يبقى فيه خادم في البيت، كان طبيعي على فكرة، بس خد بالك كان يبقى فيه خادم ليه؟ ما كانش فيه زمان أجهزة كهربائية، يعني تخيل لو شلنا أجهزة كهربائية من البيت المرأة لا تستطيع أن تعمل الأعمال دي كلها طبعا، كان زمان بيبقى فيه خادم. الأجهزة الكهربائية دلوقتي وفرت ممكن إيه يعني عمل كبير جدا للمرأة، باقي بقى أعمال إيه يعني مش قليلة بس شتان بين وجود الغسالة والإيه والثلاجة والحاجات ديت وبين الأعمال اللي الماضية. يعني الخلاصة يعني إن زمان كان ممكن الخادم ده موجود عشان ما كانش فيه حاجة، المرأة هتشيل كل ده لوحدها مستحيل، فممكن يكون في عرف زمان كان يجب وجود خادم، ممكن نقول المرأة الرجل يلزمه أن يأتي لخادم المرأة، لكن في عرف معين مثلا في زماننا أن المرأة يعني جرى العرف أن ما فيش حاجة اسمها خادم في البيوت دلوقتي، شقق هنجيب خادم إزاي يعني؟ هو يا شقق مفيش، احنا البيتين نقعد فيها بالعافية، هيجي حد يقعد معانا، وجرت العرف أن المرأة بتطبخ بتغسل، يعني هي العرف جرى على ذلك. فنقول يعني بعض العلماء الفقهاء مراعاة طبعا لبقاء البيوت أوجب على المرأة ما وجب عرف، أما ما كان خارج العرف فلا يلزمها. يعني جيش واحد في مدينة مثلا يلزم المرأة أن هي تنزل تغسل عربيته مثلا، مفيش عرف كده أبدا، يعني مفيش عرف أن الست تنزل تغسل عربية الرجل مثلا يعني، لكن تطبخ البيت، تطبخ مثلا، تنشر، تغسل الملابس، ده شيء يعني جرى العرف، كل النساء بتعمل كده، يعني كل النساء في العرف قصدي اللي انا بتكلم فيه بتعمل كده. والله هو بقى دي طبقه غنيه جدا مالناش دعوه، يعني حته بقى ايه بعيده عننا مثلا، طبقه غنيه العرف فيها المراه ما بتعملش الكلام دوت، العرف فيها الناس اغنيه بيجيب لنا بتجيب لي خدام، وكل الناس كده كل مجتمعها كده، خلاص يبقى يجب على الرجل ان هو يجيب لها خدام، وهي يبقى العرف مثلا بتعمل له شاي، بتعمل له قهوه، ماشي دي هيبقى اذا الموضوع مطاطي حسب الايه؟ حسب العرف. حتى لو قلنا احنا دلوقتي ما بين ثلاث مذاهب، الوجوب، الاستحباب، العرف اللي هو في النص ده، طبعا اقربهم للواقع مساله العرف ده، لكن ولو قلنا بالوجوب خلاص وجوب بقى. طب لو قلنا بالاستحباب، لو قلنا بالاستحباب هنرجع تاني لنفس المساله، ان الاحكام الشرعيه احنا بنعرفها كحكم شرعي، لكن كتطبيق واقعي لازم يكون عندنا عقل وحكمه. ينفع مره تاخد حاجه تروح لزوجها تقول لها على فكره مش هعمل لك شاي بعد كده، ليه؟ الشيخ قال لنا ان الموضوع مستحب وانا مش ناوي، مش عايز المستحب ده. هيقول له انا مش عايز اتجوزك اصلا، راح في 60 داهيه. يعني ايه؟ ما انت المراه اللي عندها عقل ما تاخدش الاحكام الشرعيه تروح بقى تقول للراجل انت انا ما يجيبش الخدمه والكلام دوت. ماشي ممكن نعرف معلومه كمعلومه فقهيه، لكن عشان احنا بنقول في مصلحه عليا اسمها بقاء البيوت، وممكن راجل يجيب لها احكام ثانيه بقى في النفقه يغفلها عليها خالص، يقول لها بصي بقى الواجب عليها في النفقه بقى تعالي، ابو حنيفه برضه هو قال والشافعيه برضه تعالي بقى نفس الكتاب اللي انت جايبه لي منه استحباب خدمه الزوج، يجب عليها اجيب لك كسوتين في السنه، ويجب عليها جزمتين في السنه، ويجب عليها اكلك رز طول السنه وخلاص مش لازم لحمه. يعني ايه؟ مفيش علاج. في ناس بيقولوا مفيش علاج، كملي انت بقى علاج السكر بتاعك مع نفسك، انا ماليش دعوه بيكي والادويه بتاعتك الغاليه دي، هنخش بقى في ضلمه بقى، هتجيب لك فقهاء ونقطع في بعض. فهي ماشي في قلنا فيها خلاف، في ناس قالوا بالاستحباب، ناس قالوا بالوجوب، ناس قالوا بالعرف، لكن فيها اسمها احنا في مصلحه عليا، بقاء البيوت، استقرار البيت، دوام العشره، دوام الموده بين الزوجين. فاذا كان العرف خلاص سائد ان المراه بتخدم زوجها خلاص تخدمه، استحباب وجوب بقى ما حتى لو استحباب هتعمل كده، والا فالبيوت تخرب. وفي نفس الوقت الرجل يبقى فاهم ان المساله فيها خلاف، فما يبقاش بيتعامل مع المرأة بقى ان لازم تعملي، ما يكون عنده برضه مرونة،
ما العرف كده، بس انت يعني ساعدها والله، لما بتساعدها بتبقى عايزه تديك عينيها وتعمل لك يعني بدل حاجه تعمل لك 10. فلو كل يوم ساعدتها مره، كل اسبوع، كل مش عارف ايه، الدنيا بتمشي بقى زي الفل. مفيش بقى متخشش في الاحكام خالص بقى، ولا حد بيسال لا واجب ولا مستحب. اصلا اغلب النساء ما بيسالوش اصلا الحاجه دي، مع اللي هم رجالتهم كويسين معاهم عمرها ما تسال. تلاقي ممكن المساله دي مره تسمعها اول مره، هو ايه لو الموضوع فيه خلاف ما انا لازم اعمل كده. طب الناس حتى بالعرف هم شايفين الموضوع ده لازم، ففيش داعي ان احنا نكدر ايه صفو البيوت بايه، بان احنا نقول مره لا انت من حقك ما تعمليش وبتاع، ما مش كده يعني. فنراعي بقاء البيوت ونراعي دوام العشره والكلام دوت، وده مقدم يعني على كل شيء. فايه ما الفائده ان هي المراه عرفت ان هو مستحب كده بدها تخرب؟ فالمراه اذا كان خلاص هو البيت بيمشي كده خلاص تمشيه كده، والرجل في نفس الوقت يراعي المساله فيها خلاف، وممكن فعلا يكون كل المال اللي انت دفعت ده مقابل الاستمتاع، والمراه انت بتخليك تستمتع بيها. فاذا كانت لو قلنا الخدمه مستحبه، يا راجل دي بتعمل معاك مستحب وكتر خيرك، طب ساعدها واقف جنبها والله هتديك عينيها، ده لو كان ايه هتعمله لك كده يعني. فهي المساله كده فيها خلاف، فيها خلاف، ولكن بنقول يعني والله اعلم يعني مراعاه لمصلحه البيوت، يعني ممكن نقول من الاقوال الجيده ان احنا نوجب على المراه ما ايه ما جرى به العرف، ما زاد على العرف لا يجب ايه لا يجب عليه. والمساله زي ما قلنا ما زال فيها ايه خلاف. كفايه عليك كده بقى، كتر خيركم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.